يا هلا والله، السلام عليكم. صلوا على النبي. اليوم عندنا تغطية لهونداي توسان 2025 بتحديثات منتصف العمر. هذه الواجهة الأمامية، إضاءات فل LED، إشارات LED، حساسات أمامية. ترى الفئة هذه مش فل كامل، تحت الفل. السيارة تيجي بأربع فئات، هذه الفئة تعتبر نصف فل. وهنا الصرفية، اللتر مشية 13.5 بتقييم متوسط، بنزين 91. من الجانب عندنا الجنط بتصميم جديد، قياس 19 في فئة النصف فل. المرايات الجانبية فيها إشارات LED، الدخول الذكي للأبواب الأمامية حتى فئة الستاندر. عندنا هنا السقف البانورامي لفئة النصف فل. بالنسبة للتصميم الخلفي بالشكل هذا، عندنا في النصف الإضاءات فل LED، إضاءة اللوحة LED، أيضا كاميرا خلفية مع فتحات عادم حقيقية، والإشارات هالوجين مع حساسات خلفية. طبعا الشيء المميز في سيارة توسان إنه المساحات مخفية. شوفوا هنا داخلة، هذه حركة جدا جميلة. وأهم تغيير عندنا، الشاشات صارت متصلة، تصميم الطبلون جديد بالكامل، الدركسون تصميمه جديد، تصميم المقاعد بالشكل هذا. طبعا هنا عندنا المخمل بحكم الفئه، النصف اللي هنا، السقف البانورامي، هنا الكونسول الوسطي، المناخ موحد، اهم شيء فيه تبريد للمقاعد، هذا اهم شيء. طبعا اكيد شاشه تدعم ابل كار بلاي، اندرويد اوتو، بريك الكتروني، اوتو هولد، مانع الانزلاق، هنا المساعده في نزول المنحدرات، وضعيات القياده. هنجرب السيارة طبعا، وهنا جير 6 سرعات، سحب امامي، وفي منها دفع رباعي مستمر لفئة ايش؟ الفل كامل. وهنا التصميم الخلفي، في مسند وسطي موجود حلو، فتحة تكييف مع منفذين تايب سي من الخلف للامام. وهذه تعتبر اقل فئة، نفس الواجهة، نفس المواصفات، اضاءات فل LED، حساسات امامية، كل شيء، لكن الجنط هنا مختلف، وقياس الجنط هنا 18. المرايات الجانبية نفس الحكاية، الدخول الذكي، بس هنا السقف حديد مش بانوراما، والاضاءات الخلفية هالوجين مش LED. ايضا لو تلاحظ هنا إضاءة اللوحة هالوجين، والكاميرا الخلفية موجودة، حساسات خلفية أيضا موجودة. وبالنسبة للداخلية، هذه هي الداخلية تقريبا نفس الفكرة، وأكيد في شاشة وسطية، في أبل كاربلاي، أندرويد أوتو، كل شيء تقريبا نفس التفاصيل هنا. والمقاعد أكيد مخمل، بس في حركة هنا، شوفوا الظهر كيف تصميمه. والدركسون نفس الشيء، وأهم شيء في مثبت سرعة من أقل فيها. وشغلة مهمة هنا، المقعد بتحكم يدوي، عكس هناك مقعد السائق بتحكم كهربائي. وسعر الفئة هذه 106.835 شامل الضريبة. طيب بسم الله، الآن جاء وقت التجربة. طبعا تجربة سريعة جدا جدا، شو ما شاء الله إضاءات فل LED، فتوكلنا على الله. أيضا في إضاءات هنا في المقابض، الدخول الذكي للأبواب الأمامية. أوف 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 يا الحرارة، بسم الله. اوكي، شوف العدادات كيف، هنا عندنا شاشة صغيرة، وبعدين عندنا عدادات رقمية هنا بالشكل هذا، غير الشاشة الكبيرة هذه اللي فيها أبل كار بلاي، أندرويد أوتو. طبعا الفئة اللي بنجربها فئة النصف، شوفوا هنا في شحن ويرلس موجود، أيضا عندنا منفذين تايب سي، منفذ عشان أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، ومنفذ ثاني عشان تشحن الجوال، وايضا في منفذ 12 فولت. والتكييف بسم الله، نشغل التكييف، واهم شيء التبريد نحط على اقل شيء. وشوفوا الرؤيه الخلفيه، ما شاء الله الرؤيه واضحه ونقيه، كاميرا واحده طبعا. لا يا شيخ، بسم الله حركات. أنا كذا أخذت؟ يس. أربط الحزام. الياباني نفس الشيء. الياباني نفس الشيء. أي أي. الحزام مستحيل يسوي. بس حلو عشان خاصة للسايق. صح. لو فهيت ونسيت عشان ما تاخذ مخالفة. جوالك آيفون؟ يس. جرب تسوي اختران وشوف في أبل كار بلاي ويرلس. أيوه إضافة.
ابحث على الاسم ده. ايش مكتوب؟ هلو كونتاكتس. ايوه سو اوكي. ايوه حيجيك اشعار ثاني يس كابلي. يا سو اوكي سوي نعم. بيجيك دحين كاربلاي هنا. يا سلام. طبعا الشاشة الوسطية قياسها 12.3 انش. شاشة عدادات هنا في الاطراف. عدادات ديجيتال لكن في النص عندنا الشاشة اللي فيها المعلومات. مثلا عندنا ضغط الاطارات. دائما اقول لكم لما تاخذوا سيارة جديدة اذا ربي رزقكم نزلوا ضغط الاطارات. الان شوفوا 44 لان السيارة وكالة. شوفوا ممشاها كم 28 كيلو. السيارة لسه يعني بقراطيسة ما شاء الله تبارك الله. ضغط الاطارات 35 عشان تاخذوا افضل نعومة ممكنة. والان السيارة فيها فل بنزين فالسيارة بتمشينا بالبنزين الموجود 634 كيلو. طبعا البنزين اخضر 91. سعه التانك تقريبا من 50 الى 60 لتر تقريبا بالقدر هذا. بالنسبه لتبريد المقاعد انا حاس في ظهري. خلينا اشغل لك دقيقه. باين كيف؟ اي باين. هذا اقل درجه ترى. السياره صارت افخم يعني بالنسبه لي. الشاشه المتصله بالتصميم هذا انا اشوفه اجمل صراحه. المرايه الوسطيه فيها التعتيم التلقائي. بالنسبه للشماسات فيها مرايه واضاءه الاي دي. شماسه ثابته طبعا فيها مثبت سرعه. نشوف على سرعه 90 الار بي ام كم بيكون. بالنسبه للنوافذ الاماميه شوف سنجل ولا دبل؟ سنجل. بس اشوف العزل كويس للامانه والعزل الارضي برضو تمام. يعني رغم انه الضغط 45 الا العزل الارضي اشوفه ممتاز. ولا ايش رايك؟ ما في ازعاج كثير صح؟ طبعا الجنط اللي على السياره 19. ان شاء الله مستقبلا لو اخذناها تجربه قياده حننقص الضغط ونظبط الامور ونعطيكم الصرفيه وكل شيء. بس الان تجربه على السريع. ثبت 110. طبعا انا لا قاعد استخدم مايك ولا شيء. طيب على 110 الار بي ام 2300 دوره. شوفوا الار بي ام. طبعا جير 6 سرعات. شوفوا جير 6 سرعات اوتوماتيكي سحب امامي. وبالنسبه للمحرك 4 سلندر 2000 سي سي يولد تقريبا 156 حصان. شوفوا سبحان الله هذا التوسان الموديل اللي قبل. عاجبني العزل هنا ترى الطريق خشن بس ما شاء الله يعني عزله كويس للأمانة. 45 ضغط الإطارات المفترض 35 ونظام التعليق برضو تمام. أحس السيارة صارت ممتع صراحة. صارت أفضل مو بس تغيير في الشكل لا بشكل عام السيارة صارت أفضل من الموديل السابق. إيه بالنسبة لوضعية القيادة طبعا عندنا النورمال السبورت بعدين هنا انديفيدوال يعني انت تخصص حسب جوك وهنا الايكو. خلينا نحط السبورت. اوكي تستجيب معك. حلو على السبورت يعني تشد حيله يعني ما في إشكالية. بس بشكل عام نتكلم عن سيارة للاستخدام العائلي للاستخدام اليومي داخل المدينة وأكيد تنفع لخطوط السفر ما فيها كلام. مبدئيا طبعا نتكلم عن مقاعد مخمل مخمل وتبريد يعني 2 في 1. طبعا في الحرارة المخمل أبرد من المقاعد الجلد فحلو انه حطوا تبريد يعني حتى على نصف في تبريد هذا شيء جدا جميل. طبعا الفئه هذه سحب امامي وفئه الفل كامل بتجي دفع رباعي مستمر. تجهيز الكرسي عندك زي هذه؟ كهرباء عندي. انت عندك عادي صح؟ بس الموديل اللي فات نفس الشيء. هو دائما الفل اللي يجيك كهرباء الاثنين.